وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والصحفي. دكتور فتحي مرحبا. أهلا وسهلا سهلا. نعم دكتور فتحي، يعني أزمة في شرق البلاد تسبب بها مجرم الحرب حفتر، إلى يعني برأيك ما سبب هذه الأزمة؟ سيدي الكريم، يعني واضح جدا أن كل صغيرة وكبيرة، كل موارد المنطقة الشرقية جميعها ذاهبة إلى ما يسمى المجهود الحربي. للأسف الشديد أسلحة، مدرعات، رواتب للمرتزقة، يعني قضية مص دماء، مص دماء أبنائنا ومص الآن ثرواتهم ورواتبهم. حتى الرواتب ذكرت أنت في مقدمتك 4 أشهر، يعني أحد المدرسين في هذا المقال اللي رأيناه يشكو مسكين، يعني من 4-5 شهور من مارس، من شهر مارس لم يستلم شيء. كل صغيرة وكبيرة، كل قرش يذهب لما يسمى بالمجهود الحربي، والله أعلم الظاهر للمجهود الحربي، أما ما وراء ذلك يعني هذا الرجل يعني لا يبالي بالناس، لم يبالي بأرواحهم ولا دماءهم، فهل سيبالي برواتبهم أو بضيق معيشتهم؟ أستاذ الكريم، المرتزقة من كل حدب وصوب، ميجن جويد السودان انضرمن والفاغنر العالم ورواتبهم، كل هذه الرواتب، كل هذه الأموال، بدل من أن تنشي وتقدم وتطور الاقتصاد في المنطقة الشرقية وتنعج الناس وتخلق نموذج رائع للحياة الكريمة للمواطن، إذا بتستخدم جميعها في الرصاص، مرة أخرى المدرعات، دفع رواتب هؤلاء المرتزقة، دفع الرشاوي لبعض من يسمى بالشيوخ القبائل علنا هكذا، أموال طائلة جدا سيد الكريم تدفع، الأموال اللي سرقت من مصرف ليبيا المركزي، بيع الخردة، شكل هيئة اسمها هيئة الاستثمارات، أين هذه الأموال؟ جميعها لشراء الأسلحة أو الله أعلم للأجيوب ومصارف في الخارج، وبالتالي انعكس هذا على معاناة المواطن في المنطقة الشرقية. نعم دكتور فتحي، يعني البعض تحدث عن تأخر رواتبهم لمدة تجاوزت 4 أشهر. نعم. هل من الممكن أن نشهد حركا شعبيا بسبب هذه الأزمة الخانقة في الشرق الليبي في ظل تزايد الأسعار، إن صح التعبير، الجنونية؟ نعم، زيادة الأسعار فوق 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 الخيال، حتى وصلت لي يعني العيد الأضحى قادم والناس يعني عازفة عن شراء الخير، موجود لا لا لا، لكن ما فيش سيولة، فقدان السيولة، فقدان الرواتب كما ذكرت أستاذ الكريم، ضغط ضغط هائل هو على ليبيا بكملها بسبب هذه الحروب، لكن على المنطقة الشرقية بزيادة. هل سينتفض الناس؟ من الناحية النظرية نعم، هي سبب الثورات هو هذا الضغط، هذا التنكيل، هذا الاستبداد، هذا القمع، هذا الفقر، هذه المعاملة يعني تؤدي إلى انتفاضة الشعوب، لكنني أعتقد أن الآلة القمعية الرهيبة التي يصاحبها عقول دموية حقيدة، رأينا المذابح اللي في مدينة بنغازي، 36 مذبحة الأبيار، شارع الزيت، الاغتيالات علنا أمام الناس، قتل بني أدمين، هذه الأمور، اقتحام بيوت الناس، أكثر من أسرة يقتحموا بيوت الساعة 2 و3، آلة عسكرية مدججة يقودها ناس متخلفة يا رجل، عقليا وقلوبها مليانة حقودة، تقطع في بيوت الناس الساعة 2 و3 في الليل، أكثر من أسرة، أكثر من عائلة، شرقي والكرشيني سويد العالم كله، هذه المعاملة تجعل الناس يترددوا ولا يلاموا حقيقة على الانتفاض، لا يستطيعوا، لن ينتفضوا بسبب هذه الآلة الدموية القمعية. أستاذي الكريم، ذكرت لي أحد المدرسين بالأمس، شاهدت مقطع فيديو عقيد أو مقدم في القوات المسلحة الليبية يقول للأسف الشديد، هو مش عارف، قال قتلت في جميع المحاور مع الكرامة ولا لا وما إليه، ما شاء الله ما قصرتش يعني، لكن الحالة اللي يحكي فيها اصطاب أنه يبني ويدير في سمينته ويليس وعرف ويشتغل مع مقاول مصري، مع مقدم أو عقيد آخر ليبيين، قاتلوا مع خليفة ولا لا وفي جميع المحاور، وينتهي بهم الأمر إلى هذا الكذا، مش لأن هذاك مصري، وذكر يعني تعقيبا، وذكر أن حتى عنده يعني أمراض قلبية، هو نفس الرجل عنده القلب ومريض جدا، يتحدث في الفيديو موجود منشور في الفيس، يعني هذا ما آل إليه المقاتل المقدم الرتبة عالية مع خليفة، فما بالك بالمواطن البسيط مسكين، المعلم والموظف الآخر في البلدية وفي السجلات وفي هذه الأماكن، جريمة كبرى يا راجل، مص الدماء والآن مص الموارد والثروات وأرزاق الناس،
وتحت مسميات المجهود الحربي. لكن لا أعتقد أن للمجهود الحربي، لا أعتقد، لأن هناك أيضا تسريبات كبيرة جدا، تسريبات أن الإمارات مولت بعض الأسلحة والمدرعات من الأموال الليبية المجمدة. نعم دكتور فتح. التي يقال أن فوائدها تطلع، احتمال تديرها الإمارات، ما تتحشمش فيها طبعا. نعم نعم دكتور فتحي، يعني ديون مجرم الحرب حفتر للمصارف في شرق ليبيا وصلت إلى قرابة 50 مليار دينار ليبي. نعم. هل من الممكن أن نشهد في الفترة القريبة القادمة إفلاس هذه المصارف وإغلاقها؟ سيدي كريم، نغمة الإفلاس بدأت تظهر، ما فيش سيولة على الإطلاق، ما عندهاش المصارف، ما عندهاش مشكلة. أيضا الناس اللي مودعين فلوس، ولا لا، حتى بحسب ما جاء في هذا المقال، الناس اللي مودع فلوس في المصارف ما عادش عنده ثقة، سحبت، اللي قدر يسحب سحب أمواله، ما عادش في ثقة، المصارف مفلسة جفاف. 50 مليار يا أخي الكريم دينار، وين مشت؟ مشت في القتال والدم والرشاوي والمرتزقة. يا ريتها بس استغلها في شيء آخر لمصلحة هذا الوطن. أيضا دمار، مص دماء، مذابح، والآن وصلت القضية إلى أرزاق الناس، ولا بد أن ينتهي. لن ينتهي هذا المشهد البائس على أهلنا في المنطقة الشرقية، لن ينتهي إلا بإزالة وإنهاء هذا المشروع نهائيا ودفن هذا المشروع، لأنه ليس مشروع بناء دولة، ليس مشروع بناء اقتصاد، ليس مشروع مدني، ليس مشروع بناء دولة مدنية، ولا إنعاش اقتصادي، ولا رواتب. وهذا الكلام هذا اللي تذكر فيه حضرتك، يذكر فيه الناس اللي على الفطرة ما زالوا بعيد جدا، بعيد جدا عن عقولهم. كل ما يملكوا العسكر والدمار والقتال. نعم أشكرك دكتور فتحي الفاضل الكاتب والصحفي، كنت ضيفي في الأستوديو، أشكرك جزيل الشكر. الشكر لك.